اهلا وسهلا، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم مبروك العيد وعيد مبارك سعيد ليكم ولعائلتكم ولعائلتي والام ديالي ولكاع الناس اللي كيعرفوني. مبروك العيد ومبروك العواشر وباللي تمنيتو ان شاء الله. المهم كما عرفتوا العيد الاضحى ما كيدوش كما المغرب او الدول العربيه، يعني كيدوز واحد الطعم زوين، واحد الاجواء، واحد هنا ما كاين لا اجواء لا والو، ولكن كل واحد وكيفاش كيدوز العيد على حساب الظروف اللي هو فيها وعلى حساب الجو اللي هو فيه. المهم حنايا كنتاقلموا مع كل شيء فيما مشينا كنتاقلموا. المهم كما كتشوفوا انا غادي نشارك معكم الطبله اللي صايبت. ضروري حنا نهار العيد الطبله ديال العيد ضروري كتكون الطبله بالصينيه ديالها بالنط ديالها بالكويسات ديالها، ما كتكون طبله مغربيه زوينه كتفتح الشهيه. المهم هادو هما الحليوات اللي صيبت للعيد كما كتشوفوا. نبداو بهاد الكويسات، هادو زوينين بزاف اللي سولوني عليهم، راني خديتهم مره نافات. المسمنات كما كتشوفوا درتهم بالجبن وسميتو والسبانخ، كيجيو زوينين. درتهم بالقمح الكامل وهاد القريسات هادو بلديين ديال زمان، درت القريسات ديال زمان كيجيو زوينين وكيجيو بنان. المهم هاد البالمي شريناهم، هاد الفقاس حتى هو راه حاطه لكم الوصفه في القناه، كيجي زوين وناجح. درت هاد الكيكه، هادي ساهله كيكه عاديه ولكن فيها الكنافه كتجي زوينه. وصابلي خلاص راني حاطاه لكم في القناه مشاركاه معكم، تقدروا تدخلوا تشوفوا. المهم نخلي لكم الرابط الا بغيتوا تصيبوا. وهاد الشكل الثاني ديال الصابلي حتى هو نفس العجينه غير درت الاشكال مختلفه. وحلوه زمان هذيك تجي لذيذه ساهله واقتصاديه ولذيذه بزاف. المهم تكون هذه الطبيله ديال نهار العيد كما كتعرفوا حليوات مغربيه تقليديه. المهم داكشي ديال زمان. المهم هادو راه قدام. السلام عليكم كديرين؟ لاباس بخير؟ كلشي بخير؟ مبروك العواشر، مبروك العواشر مي وباب والدين بابا، ومبروك مي ماما ماما، وتوحشتكم والدين بابا وامي ماما، وتوحشتكم بزاف. وهذا البنات الحولي ديالنا، يلا كيف جابوا لينا السيد يعني حتى النهار الثاني. المهم كيجيب لكم الحولي مقطع مصيب مقاد. المهم نتوما قبل ما يقطع كيعيط لكم كيقول لكم كيفاش زعما بغيتو التقطاع يكون، وانتوما كتقولوا ليه هو كيدير لكم على حساب التقطاع اللي بغيتو. جينا للمعقول كما كتشوفوا المساند الرسمي ديال كل عيد. المهم البنات دابا غادي نقاد هذا الشيء. المهم اليوم راه النهار الثاني، راه ماشي البارح كان العيد، اليوم النهار الثاني. ولحقاش ملي مثلا كتكلفوا مثلا شي محل عربي او لا شي فيرما كتي تيدبحوا تيجيبوا لنا السلط الدور، ما كيجيبوش لكم نهار العيد، يعني كيجيبوا لكم ثاني عيد. وحنا هاد السيد هذا اللي خلصنا ليه الحولي وجابوا لينا السلط الدور، لحقاش ما ساعدتناش الوقت، ما مشيناش للفيرما ان شاء الله العام الجاي. المهم عطينا فلوس ديال الحولي، عطينا النص ديال الفلوس، جاب لينا الحولي حتى للدار ثاني عيد ماشي نهار العيد. ومني كتجيبوا مني كيجيب لكم الحولي كتكملوا ليه النص ديال الفلوس الاخرى. المهم كتعطوه السميه والكنيه، كيذبح لكم السميه والكنيه. المهم مثلا فلان فلان، المهم تيكم عارفين، المهم تيذبح لكم السميه. واليوم النهار الثاني، يعني حنا دابا بحال عيدنا عيدنا النص مع مع السعوديه والنص مع المغرب. دابا النهار الثاني بحال هذا اليوم معيدين مع المغرب كما كتشوفوا. جاني عماجي وهذه القنيطيره ديال النعمه. المهم بحال بحال انا عندي في الكحل وهي عندها في الموز كما كتشوفوا. المهم البنات الحولي ما تيعطوكمش حولي كامل، راه
داكشي اللي لداخل ما تيعطوه الصراحه. هادشي باش ما عجبنيش هاد الطريقه هذه ديال المحلات العربيه وداكشي. نحاولي الكرشه حتى حاجه ما كيعطوها لكم تعرفوا، نحاولي والكبده حتى ديك الشحمه اللي كتلفوها على الكبده راه ما عطاوهاش لينا. المهم غادي نوريكم واحد الفيديو، ودابا نكملوا الفيديو ديالنا وانتم معايا. بزاف البنات قالوا لي عزيزه دوزي معنا الاجواء ديال العيد، قلت لهم اودي راني معيدين غير في الدار وغادي لا الفيرما لا والو. المهم انا دابا غادي نصور لكم وغادي نشارك معكم العيد ديالنا كيفاش داز. المهم البنات هاهي الكبدة، شوفو قداش. المهم هادي هي الكبدة ديالنا، هذا القلب، المهم كل حاجة كعرفتو شنو كاين هنا. ومع اليوم الثاني كيفما قلت لكم درت هاد القطبان هادو ديال اللحم، لحقاش تذبح البارح الحولي، واليوم الثاني كيفما قلت لكم وصلنا حتى النهار الثاني. المهم البنات دابا غادي ندير الكبدة. كاينة واحد الحرارة وواحد الشمس، منعاودش لكم المشكلة في العشية كتكون الشتا، في النهار تيكون النهار زوين وتيكون الجو زوين هكا، كتكون الشميشة غير شوية غير كتقلب الجو. البارح راه كانت الشتا، الصباح هكا كان الجو زوين، ولكن غير كتوصل العشية كتجي واحد الشتا اللي مجهدة بزاف. كنا خرجنا نيت البارح نهار العيد، البارح قبل ما تغدينا على برا، وشداتنا واحد الشتا من عاود فيها. كيف جاكم العيد في امريكا؟ في الاخر وجهو كاع ما خرمج. سير سير غسل وجهك سير. شوفوا البنات الشحمه الوحيده اللي لقيت في الحولي جبتها غادي شويه. لحقاش ما كيعطوش معاه داكشي ديال الشحمه والكرشه وداكشي، ديك الشحمه اللي كنلفوا بها الكبده ما كيعطوهاش. انا لقيت هاد الشحمه الوحيده، قلت ما تبقاش هي الحار، غادي نعميتوها. صافي دابا غادي ندير الملح والكمون، الكبدة هكا غنديرها غير بحال هكا، ما كاينه لا شحمه لا والو، ما نديرو لا سكر. قطعتها غندير لها شويه الملح والكمون، عاد غنديرها في القطيبات. وهذا القلب حتى هو درته هكا في القطيبات. المهم البنات دابا غادي نحيد هادو لي طابو، هادو ديال الكبده غادي نديرهم في هاد ورق الطبخ وهاد البابي الومنيوم باش يبقاو سخانين. شي يبقاو لينا سخان حتى بعد كنبغيو نتغداو. البنات دابا طابو هاد القطبان هادو، دابا صافي تا هما غادي نجمعهم باش يبقاو سخان. كما كتشوفوا البنات هذا هو الغدا ديالنا، هادو هما القطيبات من بعد ما طيبتهم. بالنسبه للناس هاد الكرومب هذا داك الصغيور طيبته واحد الطريقه جديد بزاف، ان شاء الله غادي نشاركو معاكم. صراحه كيجي زوين بزاف وكيعجب حتى الوليدات الصغار. صافي هاد الطويجنات الصغار درت فيهم تشرميله او التكتوكه، كل واحد اش كيقول ليها. صافي تيكون هذا هو الغدا ديالنا البنات. بالنسبه لهذا عرفتي شنو هو، انا كان كيصحاب لي وصف فرجل وشريته على اساس فرجل، هما يدخلوا عندي البنات الانستغرام كلشي البنات يا عزيزه عندك طيبي على اساس فرجل، راه واحد النوع ديال اللفت بزاف البنات قالوها ليا، وفعلا مني طيبته لقيت مني تلفت. المهم انا ما طيبتوش مرقه، طيبته بهالطريقه لحقاش علموني البنات. صافي اللي ما اللي غيكون تفرج في الفيديو اللي فات غيكون عرف علاش هدرت. المهم درت هاد السلطه هذه، درتها بالخس وبطيشه وبيض الخيار،
صافي والبطبوط ديما انا هادشي بحال هادشي ديال الشواء كيعجبني نحط معاه البطبوط، ما كيعجبنيش الخبز معاه. صافي الملحه والكمون وبريريت ديال اتاي منعنع ديزو الكلام وصافي هادو هانتوما معنا. بنات كنكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم كما شفتوا. عيدكم مبارك سعيد، عيدكم مبارك سعيد، بن عليكم ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. سلامة، باي 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 باي.